إذا صباح الخير عليكم مشاهدين، شفت في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء في هذه الجولة الصباحية باش نشوفوا الأجواء كيفاش دايرة، كيف ما كتشوفوا معنا الأجواء أو الجولات الليلية كتكون طريق خاوية وكيكون واحد الهدوء يعني في الدار البيضاء. اليوم كنشوفوا كيف ما كتشوفوا معنا في الصباح ديال كازا كتبدا السيركيلاسيون، كيبداو الناس يمشيوا لخدامهم. الله يسهل لأي واحد غادي الخدمة ديالو اللي عنده شي غرض، الله يسهل عليه. كيف ما كتشوفوا يعني الاجواء كتبدل، اللهم ارفع علينا هذا الوباء ان شاء الله باش نرجعوا لحياتنا الطبيعيه اللي موالفين عليها. ودائما الاخوان نوصيكم ان ولينا كنشوفوا يعني العدد ديال الحالات ولا مرتفع بواحد الشكل كبير، لذلك كنوصيكم دائما الحيطه والحذر، ترتديوا الكمامات ديالكم وديروا المعقمات ديالكم، ودائما تحافظوا على مسافه التباعد. ونشدوا وليداتنا عندنا، واللي خارج وعنده التزام ديال العمل ديالو او ديال الخدمه يمشي الله يسهل عليه، واللي ما خدامش ومريح يحاول يريح في الدار ويخرج الا للضروره، لاننا الاخوان كيف ما كتشوفوا الحالات ولاو كيرتفعوا بشكل كبير. يعني دول عظمى كفرنسا كاسبانيا كالالمان اللي كتسجل 60,000 حاله 60,000 حاله في النهار، فما بالك باننا احنا المغرب بهذه البنيه التحتيه اللي عندنا وبهذا يعني احنا اصلا تنعانيو دابا وتنعانيو وعاد لو وصلنا لفين غنوصلوا. دونك لهذا واجب علينا اننا خصنا نلتزموا بالتدابير الوقائيه اللي نرتديو فيها الكمامات ديالنا ونديروا المعقمات ديالنا ونحافظوا على مسافه التباعد، ونطبقوا المسائل اللي كيقولوها لنا السلطات المحليه او لا وزاره الصحه. صباحكم مبروك خوتي، نقرا بعد التعاليق ديالكم. السلام خويا اشرف، صباح النور. صباح النور خويا عبد الوهاب، صباح الخير خويا ناصر من الجزائر. تحيه كبيره وكبيره للناس ديال الجزائر، تحيه كبيره ليك من المغرب وبالضبط من كازابلانكا. صباح الخير اختي مروه، صباح النور عليك. علال ولد الحاج كذلك، اخي علال من الليل راه من ول البارح والضباب كاين، دونك بالليل بالليل كامل، واليوم كيف ما كتشوفوا معنا اجواء ضبابيه في هذا الصباح في الدار البيضاء. صباح الخير عليك، صباح الخير الاخ فناني، صباح الخير عليك. صباح الخير خويا عمر، اسماعيل، صباح الورد، صباح الياسمين اخي اسماعيل، حبيب سبان، سلام سافا سافا الحمد لله. لا لا يخطيك خويا مروه كتقول لنا امين، الله يرفع علينا الدواء، اللهم امين اختي مروه اللي صراحه ولينا كنعانيو. يعني افتقدنا بنفس الناس سيرشو، الناس اللي كيعيشوا يعني كيعيشوا في اوروبا الجاليه المغربيه اللي تما مساكن، توحشوا والديهم، توحشوا خوتهم، توحشوا وليداتهم. يعني ما كاينش منا اللي ما عندوش العائله ديالو يعني مقيمه في بلاد المهجر. دونك كنتمناو حتى حنا من ربي يرفع علينا هذا الوباء، ولكن دائما دائما خاص يكون واحد الجهد اللي يكون متبادل، يكون يعني فيه تآزر وفيه تضامن ما بين الشعب، باش اننا حتى حنا نعاونوا السلطات المحليه ونعاونوا الناس ديال وزاره الصحه باش اننا نرتديوا الكمامات ديالنا ونحاولوا حتى حنا نحافظوا على مسافه التباعد ديالنا ونديروا المعقمات. وكيف كيقول لك خاص يكثروا هذوك الحملات التحسيسيه باش نوعيو الناس بخطوره ديال الامر اللي ولينا كنعيشوا. يعني من ولينا كنسمعوا 3000 حاله 4000 حاله يوميا، يعني هذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير. لو بقينا غاديين في هذه الوتيره الا وهذا في تزايد غادي يكون. لذلك اخواني كنطلبوا دائما منكم تلتزموا بهذه الاجراءات، تيرفع علينا ربي ان شاء الله هذا الوباء هذا ونرجعوا لحياتنا اللي كنا دائما مرتاحين فيها واللي توحشنا صراحه ولات كتبان لنا كنز. خويا عبد الغني كيقول لنا تحيه لك من لوكسمبورغ، وتحيه لك كذلك من الدار البيضاء، وتحيه للجاليه المغربيه كامله كامله كامله. خونا دريس كيقول لنا تحياتي هاد الضباب ديال البحر، نفس الشيء كاين في الداخله اخوكم دكالي. تحيه ليك وتحيه للناس ديال الداخله وتحيه للناس ديال دكاله. كذلك اخي هاد اليومين هذا شفنا يعني الضباب كيكتسح المدينه لا ليلا صباحا، دونك الله يرفع علينا هاد الوباء ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله نرجعوا لحياتنا اللي توحشناها. تبارك الله، صباحك مبروك خويا انس المسناوي، صباحك مبروك. سلام صباحكم مبروك، سلام خويا عبد الكبير،
صباح النور اختي ريم، سلام خويا حسن. اختي عائشة كتقول لنا والله خايفين، ولكن المشكلة في السلطة اللي مخليها قيصرية عامرة، فوضى، الازدحام، أغلبية الناس ما مستعملينش كمامات. كذلك اختي عائشة، يعني ماشي غادي نلوموا السلطة، السلطات كيديروا اللي عليهم، راه كينظموهم، ولكن حتى حنا اختي عائشة راه بعض المواطنين تما الجزاء، يعني الله يسمح لهم، تما هما ما منظمينش. الوغ الناس كيديروا لك مثلا لاسباس ديالك وكيعبروا لهم المسافات ديالهم ديال التباعد، كل واحد يبقى في بلاصته، ولكن حنايا كنتزاحموا، خصنا نجيو للبلايص اللي كيبان لهم عند الدخله. يعني بنادم هذيك ما كيامنش بهذيك القضاء والقدر، يعني مكتوب لك الله راه هي اللي غتاخذها. يعني هنا فين كيتخلق ازدحام بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو يتسوقوا، كاين اللي كيجي وكيجيب معاه صاحبته، وتجيب معاه صاحبه صاحبتها، وجار راجل ولاد صغار. الوغ حتى حنا ما كنساهموش باش اننا نعاونوا الناس ديال السلطات. الناس ديال السلطات مشكوره كدير يعني الجهد ديالها، وخاصنا حنا حتى حنا نكملوا لهم هذيك الخدمه ديالهم باش كلشي يدير الخدمه ديالو، وهذا الشيء غيعطي الاكل ديالو في ارض الواقع. كن على يقين الاخت عائشه. صباح الخير، السلام خويا عبد الواحد، صباح النور خويا عبد الله، صباح النور خويا الحسين، صافا الحمد لله خويا عبدو. امين خشي عائشه، يا ربي تلطف بينا ان شاء الله. صباح الخير من الجزائر، شكرا خويا ميلود. بلال صباح الخير من المغرب، من الدار البيضاء، وتحيه لك وتحيه للناس ديال الجزائر، وتحيه للناس المسلمين كاملين في بقاع العالم. نسال الله السلامه ريم رايان، اللهم امين خشي. صباح الخير من واد امليل، تحيه ليك وصباح الخير عليك، وصباح الخير على الناس ديال واد امليل كاملين. ام صوفيا صباح الرباح، صباح الخير وصباح النور خشي صوفيا. الله يهديك اخي ميمون، الله يهديك اخي ميمون، راه كاينين الناس هنايا تيقراو لي كومونتير، يقدر يكون والديك خوتك حشومه تقول بحال هذا الكلام هذا. حنا كنديروا الخدمه ديالنا، كنحاولوا نقربوا المواطنين من الاوضاع كيفاش دايره في كازا، في الصباح في الليل كنمشيو للاسواق، يعني كنديروا الجهد ديالنا. ويعني حشومه اخي ميمون تقول بحال هذه الهضره، سامحك الله في هذا الصباح هذا. تحياتي لك ام حمزه، تحيه كبيره لك. صباح الخير من الدار البيضاء، صباحكم مبروك، صباحكم مبروك كذلك اختي باها، الاخ باها. محمد سلام، سلام خويا محمد. قنصليه في الصحراء الغربيه الجنوب، يا الله بعد من المغرب. يجب الحفاظ على سلامة المواطنين باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة. صباح الخير من مراكش كذلك خويا مراد، لازم يعني لازم علينا الحفاظ على سلامة ديال المواطنين باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، ولكن هادشي خاص يكون بمساعدة المواطنين. يعني يد وحدة ما كتصفقش اخي مراد، خاصنا حنا نحاولوا نديروا الكمامات ديالنا، نديروا يعني المسائل الوقائية، نحافظوا على مسافة التباعد، نشدوا وليداتنا عندنا، يعني حيت حنا عندنا والدين، عندنا خوت، راه خايفين نخسروا واحد الناس، وهذاك الفيروس ما يمكنش راه تقدر تهزو في يديك وانت ما عارفش. تقدر يوقع مشكل، تقدر تبارطاجي مع الوالده، مع الاخ ديالك، مع ولدك الصغير، وانت ما عارف والو. لذلك خاص يكون يعني مجهود متبادل بين الطرفين، بين الشعب وبين الدوله. شادية كتقول لنا السلام لماروك ميمونك، حتى المغرب توحشك اختي شادية، والله يرفع علينا الوباء وترجعي لبلادك ان شاء الله، بلادك تاهي توحشاتك. تحية من بلجيكا من خوكم كازاوي 04، تبارك الله على خويا حميد، حتى حنا راه الان في سباتة. تحية ليك وتحية كبيرة للناس ديال بلجيكا، وصباحك مبروك اخي. مازال ما كاين حتى شي لعيبة رسمية الاخت ريم. صباح الخير من قلميم، صباح الخير عليك والناس ديال الصحراء، الناس زوينين. ما سخيناش بكم مشاهدينا الكرام باش نكملوا التعاليق ديالكم كاملين. اذا صباحكم مبروك كاملين، وباش ما كنتمناو ان شاء الله الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، ونرجعوا لحياتنا سالمين ان شاء الله كيف ما موالفين. تبارك الله عليكم وصباحكم مبروك. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.